إلى حرب استنزاف طويلة يستعد حزب الله ضد إسرائيل مع إدخاله مستوطنات ومدن جديدة في دائرة نيرانه، وفي مقدمها مدينة حيفا التي باتت رهينة يومية لصواريخ حزب الله. ببساطة المعطيات مثيرة للجنون. حزب الله زاد في الأسبوعين الأخيرين حجم النيران التي يطلقها نحو الأراضي الإسرائيلية بصورة دراماتيكية. وإذا كان في بداية الحرب يتم التركيز بنحو خاص على بلدات الشمال، فإنه منذ بداية الشهر دخلت إلى خط النار بلدات في شمال حيفا وفي منطقة الوسط. التعافي السريع لحزب الله بعد الضربات القاسية التي تعرض لها تتجسد برأي خبراء عسكريين في الثبات والجرأة التي يبثها مقاتلو حزب الله عند الحدود مع لبنان. حزب الله منظمة عسكرية ويعد الجيش الأقوى على حدود إسرائيل ومن الأقوى في الشرق الأوسط، ولديه صواريخ وقذائف صاروخية أكثر مما لدى دول أوروبية. حزب الله تلقى ضربات قاسية ولكنه يتعافى شيئا فشيئا، ومن يعتقد أن حزب الله سيوقف إطلاق النار فهو مخطئ جدا. خروج حزب الله عن توازن هو مؤقت، هم يتعافون ويتعلمون وينتظمون من جديد ويتأقلمون مع الوضع الجديد. نحن نرى وحدة المسيرات وهي الوحدة الجوية الخاصة في حزب الله، وعملياتها الاحترافية تدل على التعافي. في الجيش الإسرائيلي ملزمون بتغيير الأسطوانة، فحزب الله يتعافى وقد يجرنا إلى الوحل اللبناني حيث لا ينتظروننا بالأرز في القرى الجنوبية، يقول محللون ويضيفون: على الإسرائيليين تعلم درس في التواضع، وأن من يعتقد أنه خلال شهر بالإمكان تدمير الترسانة المجنونة التي راكمها حزب الله فهو يعيش في الأوهام.